بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الأعزاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة الشارقة، ويسعدنا استضافتكم كل عام في هذا المكان العزيز على قلب كل فرد فينا. أهلا بكم في رحاب المعرفة وحضرة الكتاب وعراقة التاريخ والحضارات التي جاءتنا بين صفحات الكتاب من مختلف الدول والثقافات لتحكي لنا عن تاريخ البشرية المشترك، وتقدم تجارب متنوعة فيها منفعة وعبرة لمستقبلنا جميعا. كما نرحب بدولة المكسيك ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذه الدورة. منذ 40 عاما لم تكن الشارقة كما ترونها الآن، ولم يكن أحد يتوقع أن تبني كل هذه المنجزات الثقافية، لكننا كنا نعرف أننا واصلون إلى هذه المكانة، وذلك بفضل الله تعالى وبفضل وضوح الرؤية والإصرار على تنفيذها. فالثقافة بنت الصبر كما تعلمت أنا شخصيا، وبالرغم من الصبر الذي يحتاجه مشوار الثقافة، إلا أنه لم يكن مجرد خيار بل السبيل الوحيد الذي يوصلنا إلى أهدافنا. أردنا مجتمعا مستقرا راقيا في أخلاقه وعلاقاته، واقتصادا مستداما واعيا لغاياته، وعلما نمني به نهضتنا. وهذا جميعه لا يتحقق إلا بالمعرفة والعلم والكتاب. وها نحن اليوم في العام 19 بعد 20، حيث اختارت اليونسكو إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وهي مكانة لا تأتي إلا استحقاقا للجهد والتخطيط والسهر. لقد وضعت اليونسكو ومعها مؤسسات دولية عريقة، وهي الاتحاد الدولي للناشرين والاتحاد الدولي للجمعيات ومؤسسات المكتبات، معايير دقيقة لاختيار عاصمة الكتاب العالمية. هذه المعايير استوفتها الشارقة خلال مشوارها الطويل، وها هي مجسدة في كل مشهد في الإمارة وفي مكتبة كل بيت، وثقافة كل طفل وشاب وشابة، وفي أخلاق المؤسسات وخططها للمستقبل، وفي طموح الأجيال واستقرار المجتمع ورفعته وتقدمه، وفي حجم الفعاليات الثقافية المتنوعة على مدار العام، ومدى التفاف المواطنين والمقيمين حولها والإقبال عليها، بل بمدى التزامنا بعمقها الإقليمي وقيمها الإنسانية. أحد المعايير كان يتحدث عن حرية النشر والتعبير، وقد جرت العادة أن يسود الاعتقاد بأن منطقتنا تفتقر لهذه القيم، لكن الحقيقة أن الثقافة تحتاج للحرية كي تنمو. إنها مثل النبتة، إذا وضعت في إناء أو قالب صغير عليها أن تموت أو تتشوه، لكننا منحناها مساحة وفتحنا لها آفاقا للمستقبل. وفي المقابل، وحتى لا تستغل الثقافة للمس بالمجتمع، ربينا المسؤولية في كل نفس، وعززنا انتماء الفرد للمجتمع، وغلبنا المصلحة العامة على المصلحة الضيقة، وحرصنا على تشجيع تجربتنا الثقافية الخاصة
المرتبطة بجذورنا وتراثنا، فجاءت الحرية مسؤولة وملتزمة بمصلحة المجتمع وداعمة للتنمية والتقدم. الحضور الكريم، ربما من يسأل ماذا بعد؟ إلى أين تسير الشارقة؟ ونحن نجيب: ولم يكن اللقب غايتنا النهائية حتى نتوقف عنده، وسنواصل مشوارنا الثقافي حتى نستعيد لأمتنا المكانة التي تليق بتاريخها وتراثها ومنجزاتها التي ملأت العالم نوراً ومعرفة. إن الثقافة مشروع كرامة راسخة يتجلى في ثقة الأمة بنفسها وفي قدرتها على الإسهام في صناعة مستقبل يحميها من الجهل والتخبط في الظلمة. إن الأمم الواثقة المعززة بالعلم لا يمكن المساس بمكانتها، بينما يحط الجهل من مكانة الأمم القوية ولو امتلكت كل معدات الكون وآلياته. منذ عدة سنوات وما زلنا نعمل على مشروعنا الثقافي في العالم العربي، حيث بيوت الشعر تنتشر في أرجاء الوطن العربي، ومنطقة الشارقة للسرد والقصة والرواية، والإبداع العربي للشباب، والمسرح ومهرجاناته في كل بلد عربي. وأحسست من خلال ذلك العطاء أن أنوار القرن 18 لا تزال تضيء، وأن كتابنا وأدباءنا لا يقلوا قامة عن أدباء وكتاب ذلك القرن. إذن فلنتحد ونقرر على أن يكون هذا القرن هو قرن أنوار الأمة العربية، لنزيل الظلمات ونرفع راية العقلانية عالية. وأخيرا أشكركم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.